حبيبة قلبي، يا حبيبة قلبي. شهبات؟ آه يا غالية روحي، حبيبة قلبي، هعمل إيه من بعدك يا نور عيني؟ آه يا غالية روحي، يا غالية، يا غالية، يا حبيبتي يا بنتي. تعالي تعالي، ازيك يا بنتي؟ تعالي غالي، الحمد لله على السلامة. تمشيئة. أنا خايفة قوي. خايفة من إيه يا غالي؟ خايفة من كل حاجة، خايفة من اللي حصل، خايفة يوصلوا لنا ونلاقي نفسنا رجعنا تاني السجن. مين ده اللي يرجع السجن؟ غالي ومشيئة. خلاص، غالي ومشيئة ماتوا واندفنوا قدام الناس، أنت دلوقتي واحدة جديدة وبتبتدي صفحة جديدة. أنا لو كان حد حكى لي اللي حصل ده عمري ما كنت هصدقه. أنت جيتي لي نجدة من السما، لولاكي أنا كنت ضعت. وانا لولاكي كنت مت. ربنا يخليك يا باشا، روح الهي ما توقع في دقيقه ابدا. اللي عملتيه مع مشيئه في السجن هيفضل دين في رقبتي طول العمر. الشكر بعد ربنا لعبد الله. عبد الله كده ما تمشيش يا معلم صالح. كيف؟ لو جالهم حاله تسمم هم في السجن هيودوهم مستشفى السجن، ساعتها هيبقى الهروب صعب جدا. ده لو اخدوهم مستشفى السجن اصلا. يعني أعراض التسمم لازم تظهر عليهم وهم في النياب، ساعتها هيودوهم أقرب مستشفى. إحنا دورنا إيه؟ ندور على أقرب مستشفى ونظبط معاهم. أيوة بس الحكومة هتبعت الطب الشرعي يبص عليهم. وهنا اللعبة اللي هنلعبوها. دكتور الطب الشرعي ما يعرفش مشيئة ولا غالي، على ما يوصل نكون بدلنا جثتين بجثتين غيرهم من المستشفى ومعاهم تقرير رسمي بالوفاة بالتسمم. حلو، خلاص نشوف اقرب مستشفى ونظبط معاهم يجيبوا لنا جثتين ميتين بالتسمم. بس تصدق في مطب. مطب ايه تاني؟ في المشرحة اول ما يفتحوا التلاجة لازم يشوفوا غالية ومشيئة. دي سهل. سهل. نخلي غالية ومشيئة جاهزين في المشرحة اول ما يفتحوا التلاجة يلاقوهم، ودي سهل نظبطوه. ايه الدماغ دي؟ ايه الحلاوة ده يا معلم صار؟ هو ده الكلام بجد؟ دماغك توزن بلد. معقول يا عبد الله انت عملت كل ده عشاني؟ هعمل اكتر من كده 100 مرة كمان. انت ما تعرفش غلاوتك عندي ولا ايه؟ ربنا يخليك ليه يا اخويا، ما يحرمنيش منك ابدا. اخويا ماشي، ربنا يخليك ليه يا بنت ابويا.